طلب علم من الجزء الأول من البخاري والمسلم مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث الرحمة الرحمة المسلسل بالأولية. الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم أهل الأرض يرحمكم من في السماء. كتاب بديل وحي. قال الشيخ الإمام الحاشد أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله. باب كتاب كيف كان بديل الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حدثنا الحميدي وعبد الله بن زبير قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة.